Excellencies at the COP, and specifically on the decarbonization day on the 11th of November. Arkham and Chilean, Minister of Energy and Mines, who ليس الغرض من وجود مثل هذا المنتدى هو عمل نوع من اللوبي أو غيره للتأثير على الأسعار على الإطلاق، ولكن زي ما بقول بالعكس لتوفير المنتج الوقود المطلوب اللي هو الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة في الوقت المناسب في الأسواق المناسبة لكي يتحقق التوازن ما بين الانتاج والاستهلاك. احنا خطتنا ان احنا نستطيع ان نملأ كل قدرات هذه المحطات، عندنا محطتين للإسالة وعايزين نوفي كل الكميات اللي تبقى بتشغل هذه المحطات بكامل طاقتها، ومن هنا بنحاول ان احنا نزود من انتاجنا ونسرع منه ونكثر منه حتى نستطيع ان احنا نعظم من الاستفاده من التصدير كجزء من العوائد للدخل القومي للبلد. Of course this year geopolitical tensions has exacerbated this market tightness and in addition given that natural gas projects as you know are capital intensive with long lead times and payback period. Although investments is coming back, but this, we believe that this market tightness will continue to be with us until probably 2025, 2026, when the new projects being developed will come on stream.